لو العدسة مقفولة ممكن تلقط صورة حلوة؟ استحالة يا. مش محتاجين العدسة في حاجة. حدد الشخص اللي أنا بصوره من خلال ده. حركة مرتبطة بالموسيقى. من هنا بدأت الحدوتة تبقى مختلفة كتير. وهي دي التجربة الوحيدة اللي في حياتي. يستدعوني عشان أصور. يعني إزاي هتقول له أحمر؟ مفيش مستحيل عند القلوب العمرانة بالأمل. كفيف بيتعامل مع مجهول. ما ينفعش يبقى فيه على الأرض محروم. قادر على إني أشوف. إزايك؟ تمام كويس الحمد لله كله حلو. عايز أعرف منك قبل ما نتكلم طبعا عن الفيلم، أنت كمخرج سينمائي إيه اللي خلاك تتجه للتسجيل؟ لان المخرج بيعمل كل حاجه، يعني بيعمل كل الانواع وكل الاستايلات من الافلام، وانت عارف دايما الافلام التسجيليه بتكون لو هتدي فيها معلومه سياسيه او تاريخيه او علميه. ففي حاجات في الروائي مش ما ينفعش تتعمل، لكن يفضل ان هي تكون ديكومنتري اكتر، بيبقى التفاصيل والمعلومات اللي بتقوليها فيها بتبقى محتاجه ان هي تكون ديكومنتري، لان كمان بتجيبي اشخاص حقيقيين وبيتكلموا عن نفسهم او عن تجربتهم. تجربة يعني. اصلا طيب طبعا انت عارف ان التسجيل قليل قوي في مصر. مفيش حد منتج بيغامر ويقول لك انا هروح انتج فيلم تسجيلي، لان هو دايما المنتج هو تاجر، هو محتاج حاجه تجيب له عائد مادي، حاجه تجيب له فلوس تاني. يعني هو صرف فلوس محتاج يجيبها، يلمها هي نفس الفلوس، يا اما يجيب اكتر فيبقى كسب يعني. بالظبط، وده مش عيب، دي هي ده بيزنس. لكن الدوكيومنتري ايه العائد اللي هيجي عليه؟ لان انت ما عندكيش سينمات تعرض افلام دوكيومنتري. دوكيومنتري يا دوب يا اما تخش بيه مهرجان تاخدي جوائز او تنزليه على اليوتيوب، سوق على اليوتيوب كويس يعني. لان كمان احنا ما عندناش ثقافه المشاهدين، ما فيش ثقافه ان انا اتفرج على فيلم بيحكي لي عن موضوع معين. لا انا عايز اتبسط واتسلى واشوف حدوته، ما اشوفش مواضيع. طيب نخش بقى الفيلم. قول لي بقى الفكره جات لك ازاي، او ايه اول خطوه عملتها علشان تصور فيلم زي ده؟ كلمني برضو اكتر عن الفيلم. انا بعمل دبلومه في الجامعه الفرنسيه تحت اداره الاستاذه الدكتوره منى الصبان. فاحنا كان مطلوب مننا مشروع في الجزء اللي احنا خلصناه من الدراسه ان احنا نعمل فيلم دوكيومنتري. فانا الحقيقه كنت هعمل فيلم تاني خالص، عن موضوع تاني خالص. لحد ما قاعد كده الساعه 2 3 بالليل، لقيت صديقي الفنان محمد فهيم عامل لايف مع شخص بيقول ان هو بيعلم المكفوفين يصوروا فوتوغرافيا. فانا اتفرجت على اللايف وهو قاعد بيحكي مع الراجل، فاستغربت يعني مكفوفين ايه اللي بيصوروا فوتوغرافيا. رحت كاتب له في كومنت قلت له فاهم بقى، ده احنا بقى بهزر يعني، ده الناس دي يتعمل عنها فيلم. عايزين نعمل فيلم. فراح دخل بعت لي عمل منشن لاستاذ خالد فريد، ده الاستاذ اللي هو بيعلم تصوير فوتوغرافي المكفوفين بالظبط. فهو اصلا مهندس ورئيس تحرير ومطور فوتوغرافي، حد متعدد المواهب جدا يعني، حد شاطر جدا وانسان جدا يعني حد خلوق وحد محترم، فانا حابب اشكره يعني من هنا. فتواصلت معاه وخدت رقم تليفونه وكلمته، يا استاذ خالد انا داني وكذا كذا كذا كذا، وعايز اعرف عن التجربه يعني ايه الموضوع اللي بتتكلموا فيه ده. قال لي طيب انا بدي الكورس في وسط البلد، فتقدر تيجي في يوم تشرفنا وتشوف اللي بيحصل يعني. قلت له ماشي. فانا رايح يعني بيني وبينك انا رايح هشوف يعني، وفي نفس الوقت انا مش مقتنع يعني ايه واحد كفيف يصور. يعني انت كفيف يلعب مزيكا، كفيف يغني، كفيف يعمل اي حاجه في الدنيا الا ان هو يصور، لان التصوير دي الحاجه الوحيده اللي معتمده على البصر 100% يعني 100%. فرحت وقاعد معايا بقول له بقى ازاي بقى ده بيحصل يعني، فهمني بقى الموضوع بيحصل ازاي. قال طب ماشي خلاص هوريك. طبعا هو يعني زي ما تقولي كده ايه، ده لا عليا ميه ساعه، لان هي جاب حد بجد جاب حد من المكفوفين الاساتذه اللي كانوا موجودين يعني، وقال له طب صور استاذ داني على طول كده. طب يعني افهم انت مش عايز تعرف ايه الموضوع. قلت له ماشي. المهم وقفنا وبتاع، والراجل وقف وظبط الكومبوزيشن وراح مصور. كله بيعمله بنفسه بنفسه هو، بس
بيخليني اكلمه علشان يشوفني انا فين، يعني انا البعد فين، بتاعك فين. وراح مصور الصوره، انا اتخضيت، قلت له ايه ده، ازاي يعني؟ طب انت عم تشوف؟ لا طب يعني ازاي يعني، بجد كنت هتجنن. فقلت له لا، طب انا بقى عايز اعمل فيلم على الموضوع ده، لان ده حاجه مش طبيعيه. هو اتعامل معاه لقاءات كتير جدا في قنوات كتيره في مصريه وبره مصر، استاذ خالد، وعن التجربه نفسها اللي هو بيعملها. لكن ده كان اول فيلم تسجيلي مصري يتعمل عن التجربه دي. فانا حابب اشكره، وحابب اشكر استاذ طارق اللي كان معانا في الفيلم اللي هو الكفيف، واستاذي طبعا سعيد شيمي لان هو شرفني وكان موجود معايا في الفيلم. وهو برضو اول لما حكيت له الموضوع كان برضو مستغرب، اللي هو ازاي يعني انا بقالي سنين بصور. بالظبط، حاجه فعلا محدش يسمع عنها او يتخيل فعلا ان الناس دي بيقدروا فعلا يعملوا حاجه. موضوع زي الموضوع ما يتصدقش يعني. انا عندي صاحبي كمان، صديقي صحفي يعني، بحكي معاه، قال انا مش هصدق غير لما اشوفه، لما اشوفه مش هصدق. لان الموضوع غريب جدا يعني، ايه واحد كفيف بيصور يعني. طيب بدات ايه بقى ترتب دنيتك ازاي عشان تبتدي تصور؟ تواصلت معاه وابتدينا نظبط هنصور في اي يوم، ووصلت مع استاذي الدكتور سعيد شيمي، طبعا مدير تصوير من اعظم مديرين التصوير اللي جم في تاريخ السينما المصريه، واتكلمت معاه. فهو برده كان جاي طبعا بيساعد حد من تلامذته، لكن برده يعني عنده حب استطلاع برده يشوف ازاي الموضوع بيحصل. زبطنا اليوم ورحنا صورنا، والفيلم اتصور في يوم، ربنا سهل الدنيا يعني، وصورنا في يوم. كان معايا فيه الاستاذ سعيد والاستاذ خالد والاستاذ طارق، وخلصنا الفيلم الحمد لله. تصوير ممكن يبقى عندي خيال في لما اكون بقرا حاجه او عاوز اصور حاجه، بعدين في غير الخيال في الواقع اللي انا بشوفه بصراحه، يبقى خيالي مع الواقع بيشكل هي بقى اللحظه اللي بتتعمل فيها الصوره، واللي بيفرض ديت ما هو موجود امامي في الصوره. بعد ما خلصت الفيلم قدمته فين ولا عملت بيه ايه؟ بص، هو كان اول عرض للفيلم كان عندي في الدبلومه اللي هو مشروع التخرج. بالظبط، مش تخرج، لكن هو مشروع من ضمن المشاريع اللي بنعملها في الدبلومه. طبعا الفيلم يعني نال استحسان جميع زمايلي ودكاترتي، وطلع الاول بشهاده الدكاتره يعني، كان هو من اعلى الدرجات او اول الدفعه بالفيلم ده. بعد كده الفيلم قدمته في اكتر من مهرجان دولي، ما تقبلش في الجونة وما تقبلش في القاهرة السينمائي لان مدته كانت قصيرة. هو الفيلم 9 دقايق و9 ثواني، ودايما هم بيحتاجوا حاجات اعلى من كده في المدة الزمنية يعني. لكن بعتولي فيدباك كويس جدا على الفيلم، ودي كانت حاجة كويسة. بالظبط، وقالوا لي هنستناك السنين الجاية، السنة الجاية تكون معانا يعني. بعد كده قدمت في مهرجان اسمه سينما فور اول، او السينما للجميع. المهرجان برضو الفيلم لقى استحسان كبير جدا من الجمهور، وكان يوم العرض بتاعه عرضنا في سينما الهناجر في الاوبرا، كان حاجه حلوه جدا، وشهاده لجنه التحكيم وشهاده رئيس المهرجان، وكانت استاذه وفاء عامر ساعتها من لجنه التحكيم، وقالت كلام كويس وطلبت ان هي تسجل فيديو عن الفيلم. لنا فيلم من اصعب ومن اجمل ما يمكن، لانه هو جعل المشاركه ما هياش للناس العاديه، لا المكفوفين دول ما هماش ناس، ده الناس عندهم بصيرة، ناس بينجحوا جدا، منهم علماء طلعوا زي الدكتور طه حسين. ففيلم فعلا يستحق المشاهدة بجد، فيلم يستحق جوائز مشاهدة. فالفيلم لقى استحسان حلو جدا من الجماهير ومن لجنة التحكيم. للأسف ما خدش جايزة، وأنا مش مهم عندي الجايزة، لأن جايزتي هي الجمهور ورأي الجمهور. ما خدش جايزة لأنه اتحط بس في تصنيف مش مظبوط، كان خطأ ما من إدارة المهرجان، فبدل ما يتحط مع الديكومنتري اتحط في حاجة تانية، فالتقييم بتاعه ما كانش جه في محله يعني، ما جاش، لأنه محطوط في ضمن مجموعة أفلام تانية، فمش هيتقيم ديكومنتري بس. طيب لكن انت بقيت المهرجانات لسه انا مشارك لسه في اكتر مهرجان، بالظبط داخل في المركز القومي للسينما، وداخل في مهرجان اسماعيليه للسينما التسجيليه الدولي، وفي حاجه كمان تبع رئاسه الجمهوريه طلب مني ان انا ادخل بفيلم يعني، جالي تليفون ان انت يعني عايزينه. انت اللي رحت؟ لا لا، هم عايزينه لان دي حاجه لذوي قدراته الخاصه هتتعمل في شهر 3
حاجة تبع رئاسة الجمهورية وتبع وزارة الثقافة، فالفيلم إن شاء الله موجود فيه يعني. الواحد استفاد جدا جدا، وده يعني بيخلي الأصدقاء دلوقتي بقوا يعني فعلا يستدعوني عشان أصور. هو الفيلم إنتاج ذاتي ولا في جهة إنتاجية؟ لا هو إنتاج ذاتي، بس طبعا بيكون تحت مظلة الجامعة الفرنسية يعني، لأن ده مشروع بيتقدم من وأنا بعمل الدبلومة، فبيكون تحت المظلة بتاعت الجامعة، لكن طبعا إنتاج ذاتي يعني أنا اللي متكفل بكل حاجة. دخلت بيه المهرجانات. طبعا. طيب دلوقتي انا عايز اعرف ايه المنصه اللي انا عايز اقول لك بس حاجه، بس معلش قبل ما تكملي، مش بس يعني كويس ان انا دخلت مهرجان، انا بقدم في مهرجانات، والجامعه كمان بتساعدني، والجامعه كمان بتقدم في مهرجانات دوليه للمشاريع اللي بيشوفوها كويسه وينفع ان هي تاخد جوائز. يعني اصلا الجامعه كمان طبعا. طيب دلوقتي بالنسبه للافلام التسجيليه، ايه المنصه اللي انا ممكن اشوفها من خلالها؟ يعني انت واحد عملت فيلم، انا هشوفه ازاي انا كجمهور؟ ما ها انا ده يعني ده كماله للكلام اللي قلته لك في اول الحلقه، ان ده يعني يا مهرجان يا اما على اليوتيوب، ودايما منصه سينما زاويه او ما هو زاويه بتعمل مثلا ايام في مهرجان زاويه الافلام، وفي مشروع اتكلمت فيه الاستاذه وفاء عامر واحنا في المهرجان، واحتمال يتطبق بشكل كبير، لان كان في مناشده لوزاره الثقافه ان هي تعمل كده، قالت ان احنا بدل ما نعمل فواصل في السينما ويكون فيها اعلانات اللي هي الافلام بالظبط ممكن يعني في دور العرض السينمائي، يعني لو انت انا داخل اشوف فيلم دلوقتي، فبدل ما اشوف اعلانات واشوف دعايه، لا طب ما اشوف افلام من الافلام القصيره للشباب اللي بتعملها، اشوف فيلم ديكومنتري من الافلام الكويسه. فدي كان اقتراح وفكره حلوه، ويعني الموضوع بينجدوا فيه وزاره الثقافه واحتمال يتطبق، فدي برضه هتكون حاجه كويسه جدا طبعا، فهيتشاف في دور العرض السينمائي عادي جدا وسط اي فيلم، الى ان بقى ربنا يكرم ويكون في عندنا ثقافه ان احنا نعمل دور عرض او دور عرض سينمائي الافلام التسجيليه. بس هو دلوقتي اليوتيوب طبعا يعني. اليوتيوب بصي منصه لكل حاجه دلوقتي يعني، يعني هو 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 اللي شغال يعني، لو حد فعلا محتاج ان هو يعرض اي حاجه بيعملها فعلا بيتجه. في ناس بتبني ثروتها من اليوتيوب مش بس تعرض. ساعات في حاجات ما نقدرش نعملها او نفهمها بعقولنا، بس لما نجرب ونحاول نلاقيها بتحصل. مفيش مستحيل عند القلوب العمرانه بالامل والعقول اللي متمسكة بالإرادة، وإن كانت العيون مش شايفة كويس الأمور، فالقلوب جميلة شفافة بتشع دايما بالنور. في بعض الأفلام التسجيلية اللي مش مصرية يعني معظمها أجنبية، تمام بيبقى ليها تأثير يعني، ممكن تغير قوانين، ممكن تظهر حقيقة. فأنا عايز أعرف أنت فيلمك اللي أنت عملته أكيد كان ليك رسالة من أنت تعمل فيلم زي ده. يمكن لسه ما ظهرش التأثير ده، طبعا ليه تأثير على كل اللي شافه، لكن طبعا أنك تاخدي تأثير فعلي يحرك دولة كاملة، ده لسه لما يتسلط عليه الضوء بشكل أكبر ويتعرف بشكل أكبر. أستاذ خالد اللي هو صاحب مبادرة أدى التحدي وتعليم لتعليم المكفوفين تصوير فوتوغرافي، في نهاية الفيلم قال أنا نفسي أو بحلم أن يكون الكاميرا في يد كل كفيف دايما، وأستاذ طارق اللي كان معانا اللي هو الكفيف اللي بيصور، وطبعا أنا لما اخترت حد كفيف يكون معاه في الفيلم أنا اخترت أستاذ طارق، لأن أستاذ طارق من ساعة ما اتولد وهو كفيف، يعني هو مولود كفيف، لان ما يكونش في شك ان هو شاف حاجه قبل كده، لان يعني يكون مثلا عارف الالوان بالزبط او عارف بالظبط، لا هو ما كانش عارف اي حاجه خالص. هو دايما كان بيقول حتى ان الكاميرا خلتني اشوف او احس ان انا شايف، وده دي رسالتنا من الفيلم. لو نقدر نناشد حتى شركات اللي بتصنع الكاميرات زي كانون زي نيكون زي اي شركات كبيره بتعمل كاميرات، ان يكون في فيرجن خاص للمكفوفين، يكون في تسهيلات، يكون في زي الموبايلات اللي اتعملت للمكفوفين، زي الساعات، زي الحاجات اللي بتسهل لهم حياتهم. فلو في حد اهتم بالتجربه دي وان يكون في تصنيع او في حاجه للمكفوفين خاصه بيهم، ده يبقى احنا فعلا عملنا حاجه اثرت وعملت حاجه كمان مش بس في البلد، لكن لا دي اثرت في البشريه عامه يعني.
طب هو ممكن الفيلم ده لو كان اتعمل روائي كان هيبقى انتشر اسرع، هيبقى ليه تأثير اسرع؟ ما هو انت روائي انت محتاجة انتاج ضخم ومحتاجة محتاجة شغل كبير ومحتاجة يعني هي مشكلة في العملية الانتاجية مش اكتر يعني. ومحتاجة حد يأمن بالفكرة اصلا انك تعملي ده روائي، يعني انت تحتاجي كمان ممثلين كتار وهتحتاجي، ودايما احنا للاسف عشان نبيع لازم يكون في ممثل نجم معروف هو اللي يبيع. وما فيش منتج بيغامر ان هو يشتغل مع مجموعه شباب عندهم فكره يعني فكره يا دوب هم بس المؤمنين بيها او هي موجوده بس، لان دايما بيفكر في العائد اللي هيجي له. ايه بقى اعمالك اللي جايه؟ اعمالي اللي جايه انا بعمل فيلم دلوقتي، بجهز الفيلم روائي، وهعمل فيلم ديكومنتري قريب برضو، فكره كده برضو او موضوع انساني محدش تطرق له كتير بس لازم نسلط عليه الضوء.